السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل حلها جميل واقتصادي إن شاء الله يعجب حضراتكم بإذن الله. أول حاجة هنبدأ بيها إن شاء الله، أنا معايا جيلاتين هبدأ أدوبه بمية سخنة. نقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين دوبنا الجيلاتين إزاي، كل الحبيبات اللي فيه دابت إزاي. هسيبه كده شوية لحد ما نكمل الوصفة ونشوف هنعمل إيه إن شاء الله. هنبدأ دلوقتي بعمايل الكريمة. بسم الله، سكر بودرة، كريم شانتي خام، كريمة الخفق اللي هي ويبنج كريم. كل المكونات دي هضربها مع بعض بالخل المضرب الكهربائي، بعد كده ارجع لحضراتكم. هنزل عليهم كمان بلبن مثلج درجة حرارة التلاجة، هضرب تاني وارجع لحضراتكم. هنزل عليهم كمان بجبنة كريمي، هضرب الخليط تاني مع بعض. شوف النتيجة بتاعته ايه. بعد كده زي ما حضراتكم شايفين خدت جزء من الجيلاتين اللي احنا دوبناه، هاخد كده جزء من الكريمة ادوبها مع الجيلاتين، وبعدين هرجع بالجيلاتين كله ده مع الكريمة اللي انا عملتها قدام حضراتكم دي على الكريمة دي الاصلية، وادوب كل الخليط مع بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده. نزل الخليط ده اللي فيه الجيلاتين وقلب كل المكونات دي مع بعضها، وبعد كده هنبدا الوصفه ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين انا معايا بسكوت ساده، اي نوع يعجب حضراتكم هاتوه ورصته كده في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين. باخد كده اهو ناشفه زي ما هي، بسقطها في اللبن زي ما حضراتكم شايفين في ثانيه، اقل من الثانيه، وبطلع على طول وبرصها في مكانها. انا عملت كل الكميه اللي حضراتكم شايفينها بالشكل ده. هنزل عليها بايه؟ هنزل عليها بالكريمه الخليط اللي احنا عملناه مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. هكرر العمليه دي ثلاث طبقات وبعد كده اوري حضراتكم النتيجه ان شاء الله شكلها ايه. دي اخر طبقه بسكوت حطيتها قدام حضراتكم اهو. هبدا بعد كده انزل كل الكريمه اللي معايا، وبعد كده اغطيها استرتش راب واحطها في الثلاجه لحد ما تجمد، وبعد كده نشوف ان شاء الله هنعمل فيها ايه. جمد الخليط معانا، ودلوقتي ان شاء الله هنحط اخر طبقه مع بعض اللي هي عباره عن عصير مانجا، مش بيوري مانجا، يعني مانجا انا جبتها وغسلتها وقطعتها وحطيتها في الخلاط مع ميه وضربتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنزل عليها ببقيه الجيلاتين اللي معايا. بسم الله، حد الاول الجيلاتين حراره المانجا، وبعد كده انزل بالخليط كله على المانجا تاني. بسم الله، هقلب الخليط ده كله مع بعض كويس جدا، بعد كده انزل بيه على الخليط اللي احنا جمدناه في التلاجة وهرجعه تاني التلاجة، وبعد كده ان شاء الله اوري حضراتكم النتيجة النهائية ايه. هنقوله بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هغطيه هحطه في التلاجة لحد ما يجمد واقدمه لحضراتكم ان شاء الله. جمد الكيك معانا زي ما حضراتكم شايفين كده، هبدا اطلعه قدام حضراتكم. هنقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، تبارك الله. بالراحة كده ما نستعجلش. زي ما حضراتكم شايفين طلعناها بكل سهوله ازاي، ما خدتش مني وقت ولا مجهود، مكوناتها كلها عندنا في البيت. طب يلا ناخد حته كده مع بعض، نقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نطلع كده حته مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم من قدام حضراتكم طبقات البسكوت؟ تعالى نطعم مع بعض كده حته. بسم الله،
زي ما حضراتكم شايفين تتقطع بكل سهولة ازاي، طعمها حلو جدا، جربوها ان شاء الله مش هتندبوا زي ما حضراتكم شايفين كده. دي بالنسبة لكيكة المانجا على طريقتي انا. انا هسيب لحضراتكم ان شاء الله في اسفل الفيديو او في صندوق الوصف طريقة المقادير بالظبط، ولو عملناها بالكريم شانتيه كلها مقاديرها ايه، ولو حطينا الويبنج كريم زي ما انا عملت مقاديرها ايه. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد مع اسما فود.